لمتابعة الأخبار وكواليس النجوم زوروا موقع كلاكيت الفني www.klaketnews.com. تصوير الجنازة لما يجي الكشمات. عدي ممنوع التصوير. ممنوع التصوير. خد يا باشا. أستاذ. ربنا معاه، ربنا معاه. ممكن نعدي يا جماعه؟ هو من وجهه نظرك ان كورونا هيسبب وفاه سمير غانم؟ ايوه، هو كورونا يعني مش كلى او مش الكورونا بوظت الكلى. الكورونا دايما ليها اثار جانبيه. يعني شايفه ان الكورونا ايوه الهام شاهين. حاله الهام شاهين كويسه الحمد لله. دلال عبد العزيز تعبان. حاسه بايه بعد رحيل الفنان سمير غانم والوسط الفني كله؟ حاسه بايه؟ هحس بايه يا جماعه؟ يعني حاسه بحزن وحاسه بفقدان الله يرحمه. الله يرحمه، ربنا يشفيها، ندعي لها كلنا بالشفاء. مستقره الى حد ما. طب هي علمت بخبر وفاته ولا لا؟ لا ما عرفتش، احنا مش عايزين نعرفها. ممكن نعدي يا جماعه؟